الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال خبراء اقتصاديون إن أزمة الدولار في العراق تقف خلفها مافيا فساد بحماية سياسية من بعض الأشخاص والجهات المتنفذة التي تحاول عرقلة الإصلاحات الاقتصادية. وذكر الخبراء أن مافيات الفساد المحمية سياسيا كانت المستفيدة الأول من أزمة الدولار، وهي عملت على تفاقمها من أجل مصالحها ومكاسبها، كما هي تعمل حاليا على عرقلة أي إصلاحات بالقطاع المالي والاقتصادي. كشفت وزارة المالية في العراق عن وجود ضعف في العمل الجمركي بالمنافذ الحدودية كافة نتيجة تأخر دخول التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع المهم في البلاد. وقالت الوزارة إنها تسعى لتحديث أساليب الأداء الجمركي بالشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية وفق النظم العالمية الرصينة على حد قولها. يشار إلى أن الهيئة العامة للجمارك نفت في بيان لها عدم صحة الادعاءات التي تتحدث عن وجود تكدس للحاويات في مراكزها الجمركية بسبب تلكؤ في النظام الإلكتروني الذي تطبقه الهيئة. أعلنت غرفة التجارة الأردنية أن العراق جاء أولاً من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2024. وقالت الغرفة إن صادرات تجارة عمان ارتفعت خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي إلى نحو 187 مليون دينار مقارنة مع 184 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح حتى أن العراق جاء أولاً كأكثر الدول العربية استيراداً من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال الشهرين الماضيين. كيف كشفت الهيئة العامة للإحصاء في مصر أن العراق استورد أكثر من 600 مليون دولار خلال 11 شهر من كانون الثاني وحتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي 2023 كبضائع مستوردة. وذكر الجهاز أن إجمالي الصادرات المصرية إلى دول تجمع السوق العربية المشتركة بلغت خلال أول 11 شهرا من العام الماضي نحو 3,263 مليون دولار مقارنة بنحو 2,916 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11.8%. قرر البنك المركزي المصري إجراء تعويم جديد للجنيه وتحرير سعر الصرف الأجنبي وتركه لقوى العرض والطلب، مع زيادة سعر الفائدة على العملة المحلية بنسبة 6% دفعة واحدة لتقفز إلى 27.25%. ومع صدور القرار تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك الرسمية من 30.95 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة انخفاض قدرها 60% في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف الذي أعلنه البنك المركزي ورفع أسعار الفائدة. وقبل الختام، هذا تذكير بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
ختام موجز إلى اللقاء.